بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة من السيرة، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتأمل الذي يتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يحسن خلقه ويتلطف في تعامله. أخلاق كانت أخلاقه سجية يتعبد لله تعالى بها. وإنك لعلى خلق عظيم. كان أكرم الناس، كان أشجعهم، كان أحلمهم، قدوة، كان متواضعا مع كل هالفضائل، كان متواضعا. حب فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر. صفحات من سيرة، إعداد وتقديم الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك، في هذه الحلقات المباركة، ممن تحفظهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند انتهاء هذا البرنامج أن يقال لنا قوموا واغفرا لكم. أيها الإخوة والأخوات، بعض الناس يستهزئ بي الصالحين، وإذا رأى شابا أو فتاة بدأ يتحسن حالها بالاستقامة على الدين، يعني مثلا كانت أو كان واقعا في حرام أو معاشرا لمحرمات أو نحو ذلك، ثم بدأ يصلح حاله، تجد أن من الناس من لا يدعك في حالك، ويبدأ فعلا يتكلم عليك، يتنقصك إلى غير ذلك. مع أن هؤلاء المستهزئين، يعني كثير منهم هم في الحقيقة يودون لو استطاعوا أن ينتصروا على شهواتهم فيستقيمون على الدين كما استقمت، ولكنهم تتغلب عليهم الموانع. أبو جهل كان يعلم بصدق النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يتكبر عن الاتباع. انظر مثلا إلى أبي جهل لما خرج في ليلة من الليالي ليسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في بيته. أقبل أبو جهل، جلس عند جدار بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ يستمع طوال الليل إلى القرآن. أول ما طلع الفجر وأصبح، خاف أبو جهل أن يراه الناس، يقول لك كيف تأتي تستمع القرآن وأن تقول هذا سحر وكهانة. فذهب مسرعا إلى بيته، فلقيه أثناء الطريق أبو سفيان، ثم لقيه الأخنس بن شريق، فسألهما أبو جهل، قال ما أخرجكما في هذا الصباح؟ قال أبو سفيان، ها والله أنا كنت بصراحة عند بيت محمد هذا أستمع القرآن. فقال الأخنس، ها وأنا أيضا والله كنت عند الجدار الثاني أستمع القرآن. قال أبو جهل، وأنا والله عند الجدار الثالث طول الليل أستمع القرآن وهو يصلي. فقال بعضهم لبعض، ها والله لو رأكم بعض الناس لأوقعتم في نفسه شيئا. كان يقول هذا على حق، وقريش تقول إنه كاذب، كاهن، مجنون، ساحر، لكن نتعاهد كلنا الثلاثة على أن لا نأتي إلى هذا المكان أبدا. ثم انصرفوا. لما جاءت الليلة الثانية، أبو جهل على فراشه، أبو سفيان، الأخنس، فكل واحد ما طاب له المقام على فراشه واشتاق إلى سماع القرآن. سبحان الله، ترى لأن الله جل وعلا هو الخالق، وجعل في القلوب أصلا فطرة محبة الخالق جل جلاله. صحيح أن بعضهم يتكبر ويقع في الشرك حتى يكون من أهل النار كما فعل أبو جهل، لكنه مع ذلك النفوس مفطورة فعلا على محبة سماع القرآن. أذكر قبل أن أكمل هذه القصة، في مرة من المرات وقعت قضية لأحد الفلبينيين النصارى، وقعت له قضية فقبض عليه في إحدى الجهات الأمنية. فلما جلس ينتظر أن يعني ينقل إلى السجن، كان عنده جريمة معينة، أقبل إليه أحد الإخوة الناصحين، قال دعني فأكلمه عن الإسلام قبل أن يذهب إلى السجن، يمكن يدخل في الإسلام إن شاء الله. فأقبل وسلم على هذا الفلبيني، فإذا الفلبيني ما يفهم ولا كلمة بالعربي أبدا. فجلس صاحبنا بجانبه، تكلم معه بالإنجليزي عن الدين، عن حقيقة وجود الإنسان في الحياة، والفلبيني معرض، يعني لا يريد أن يسمع شيئا أصلا عن الدين. فقال له صاحبنا، أنا سوف أعرض لك جملتين، عبارة عن سطر واحد أو سطر ونصف، أريدك أن تعطيني الفرق بينهما. قال الفلبيني نعم، تكلم. فقال صاحبنا، اسمع الأولى،
سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. رتل له هذه الآية وأسمعها إياه. قال طيب هذا صوتك جميل أعطني الكلام الثاني. فقال له صاحبنا ذهب أحمد إلى السوق فاشترى تفاحا ثم رجع إلى بيته فأكله هو وأولاده آمنين. طيب أعطاه كلام عادي ورتله أيضا. ثم سأل الفلبيني. الفلبيني لاحظ ما يفهم ولا كلمة عربي. فقال له ها هل هناك فرق بين الكلامين؟ قال نعم نعم هناك فرق كبير. قال ما هو الفرق؟ فهمت شيئا؟ يسأل بالإنجليزي. قال لا والله ما فهمت شيئا لكن الكلام الأول يختلف عن الكلام الثاني كثير. قال كيف؟ قال لما تكلمت بالكلام الأول أشعر أن أنا قلبي ينتفض معك وأنه كأنك يعني تصب علي ماء باردا وأنت تعطيني الكلام الأول. أما الكلام الثاني فما أثر فيني. صح أن صوتك جميل لكن ما أثر فيني. سبحان الله انظروا يا جماعة إلى يعني تأثير هذا القرآن حتى في من لا يفهم منه شيئا. أحد الإخوة أيضا مرة من المرات وأنا سأعود إن شاء الله لقصة بجهل حتى ما تقولوا والله الشيخ أبعد. مرة من المرات كان مسافرا في باخرة كبيرة. يقول فلما حضرت يعني صلاة الجمعة قلت يا جماعة إيش رأيكم صلي الجمعة؟ قال الناس ها نصلي في الباخرة والله مشكلة. قلت طيب نصلي الجمعة. والفقهاء لهم خلاف هل يجوز صلاة الجمعة يعني في السفر أم لا، لهم في ذلك خلاف. لكن صاحبنا قال سوف أصلي الجمعة. يقول استأذننا من الأمن والموجودين فأذنوا لنا. فأقبلنا وإلى يعني ظهر السفينة ظهر هذه الباخرة ووضعنا بعض البسط ثم أقبلت أخطب بهم الجمعة والناس يستمعون المسلمون الموجودون أقبلوا يستمعون. يقول كان الناس ينظرون إلينا من بعيد يعني يروني أنني قديس مثلا أو قسيس أخطب بقومي يعني هم الناس لا يهمهم ذلك. يقول انتهينا من الصلاة خطبة ثم صلينا وانتهينا من الصلاة. يقول كان هناك امرأة قريبة منا فعلا تستمع ماذا أقول. يقول طبعا كانت الخطبة يعني اللغة الإنجليزية والآيات باللغة العربية. يقول والذي عندي طبعا كثير منهم غير عرب المستمعين من المسلمين مسلم يعني مسلمون لكنهم غير عرب أعاجم فخطبت بالإنجليزي. لما انتهت الخطبة أقبلت إلي هذه المرأة ويعني سلمت علي ثم قالت أبارك لكم نجاح القداس. قداس يعني قداس عند النصارى لما يجتمع القسيس وينشدون أناشيد معينة في الكنيسة فهي تظن أن هذا مثل شغل الكنائس. قالت أبارك لكم نجاح القداس. نجاح القداس يعني ما صار مشكلة ولا في أحد قام يتعارك مع الثاني. قال أشكرك لكن هذا ليس قداس، هذا صلاة والله عز وجل أوجبها علينا. قالت أنا لا أريد أن أسألك عن قداسك وعن صلاتك لكن عندي سؤال آخر. قال ما هو؟ قالت له أنت أثناء الخطبة أثناء القداس الذي كنت تلقيه كنت تقول كلمات معينة بلغة أخرى غير الإنجليزي كانت هذه الكلمات تهزني هزا لما أسمعها. ما هي هذه الكلمات؟ إيش قصص ولا أشعار ولا حكم؟ ولماذا تقولها بالعربي؟ ليش ما تقولها بالإنجليزي؟ قال هذه ليست كلامي أنا. قالت كلام من؟ كلام أحد الحكماء السابقين. قال وليس كلام أحد الحكماء السابقين. قال إذن كلام من؟ يعني أنت تنقلها عن من؟ عن هذه سمعتها من أبيك من جدك؟ قال لا 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 هذه كلام رب العالمين جل جلاله هو الذي تكلم بهذا الكلام فأنا أنقل للناس كلام الله سبحانه وتعالى. يقول فبدأت تسألني قالت كلام رب العالمين كيف رب العالمين يعني فجعلت أتلو عليها القرآن أكثر حتى أثر فيها تأثيرا عظيما. فهذه جماعة القرآن يعني فعلا نحن لو استطعنا أن نؤثر في الآخرين به وأن نجعله فعلا داخلا إلى قلوبهم لوجدت أن كثيرا من الناس يتأثر به تأثرا عظيما. لا بأس أن أعطيكم قصة ثالثة قبل أن أرجع إلى قصة أبي جهل. مرة من المرات كنت أيضا في الدنمارك فصليت مرة صلاة تراويح بأحد المراكز الإسلامية وألقيت بعدها محاضرة ثم جاءني شخص قال يا شيخ هنا يعني أحد المسلمين عنده ولده
عنده مشاكل نفسية وعنده شكوك في الخالق وكذا، نريدك أن تجلس معه. طبعا المجتمع هناك أصلا مجتمع يعني لا تستطيع أن تسميه نصرانيا، بل مجتمع علماني أحيانا لا يؤمن بوجود إله. فمضيت إلى بيت ذلك الأخ، فإذا هو أخ عربي من إحدى البلاد العربية ولكن جنسيته دنماركي، وقد مضى له قرابة 20 سنة في الدنمارك. أقبلت فدخل علي الولد، عمره قرابة 20 سنة، وجلس. فالولد من شدة تعلقه بالدنماركيين واحتكاكه بهم، حتى اللغة العربية بعض الكلمات قد لا يفهمها. يعني مثلا لو أقول له فجئتك بغتة، ما يدري ما هي بغتة، قل له فجأة، حتى فجأة قد لا يفهمها. بدليل أني قلت له أتؤمن بالله؟ قال إيش يعني تؤمن؟ قلت أصدق؟ قال إيش يعني أصدق؟ فترجمت له بالإنجليزي. يعني الشاب نفسه ليس عنده تلك المعرفة باللغة. حاولت أناقشه، كان عنده شك في الخالق، كلام في القضاء والقدر، تشكيكات في عقله يعني. فحاولت أناقش يمين يسار، ما استجاب لي كثيرا ولم يقتنع. قلت له طيب أنت تحفظ شيء من القرآن؟ قال والله يعني أحفظ شوية من الفاتحة. قلت أعطني إياها فقرأ الحمد لله رب العالمين مالك الصراط المستقيم. قلت وين مالك الصراط المستقيم؟ الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. قال لا ما أحفظها جيدا. قلت طيب تحفظ غيرها؟ قل هو الله أحد. فلخبط أيضا في قول الله أحد واضطرب عليه الأمر. لما رأيت ذلك حاولت أناقش، أتلطف معه، أتبسم في وجهه، رفض أن يقتنع بالدين وبالقرآن. فلما رأيت ذلك قلت له طيب ما اسمك؟ قال اسمي فلان. قلت تعال يا فلان اجلس جانبي قليلا، أنا مقابلا لي في الكرسي. قال لي ماذا؟ قلت تعال اجلس بجانبي قليلا، أريدك في شيء. فأقبل وجلس بجانبي، فتوجهت إليه قلت أنا سوف أقرأ عليك القرآن ورقية الشرعية. يمكن يكون هذا عنده جن دنماركي عامل عنده مشكلة، فخلني أقرأ عليه القرآن. فبدأت أقرأ عليه الآيات التي فيها تعظيم الله تعالى، قل من خلق السماوات والأرض، مثلا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم سواء إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وجعلت أقرأ الآيات التي فيها تعظيم الله جل جلاله. بدأ الشاب يبكي يبكي يبكي، وكان أمامه يعني علبة مناديل، فبدأ يمسح ويبكي، ثم اشتد بكاءه لمدة يمكن 1/4 ساعة. لما انتهى قلت له لماذا تبكي؟ قال ما أدري. قلت طيب أنت فهمت الكلام اللي أقوله؟ قال يعني بعض فهمته لكني ما أدري لماذا أبكي. قلت طيب هل يمكن أن أكمل القراءة؟ قال تفضل. فبدأت أكمل وأقرأ عليه سورة الفاتحة وآية الكرسي. انتهيت بعد قرابة 20 دقيقة أيضا. فلما انتهيت من القراءة فإذا هو قد اشتد بكاءه، قلت له يلا قم الآن توضأ وصل ركعتين. قام وتوضأ وصلى ركعتين، ما أدري عاد كيف صلىها. ثم بعد ذلك لم يغب عنا في المركز الإسلامي إلى أن رجعت من تلك البلد. نعني بهذا يا جماعة أن القرآن فعلا له تأثير عظيم في النفوس. نعود طيب إلى قصة أبي جهل. أبو جهل والأخ أنس بن شريك وأبو سفيان لما كانت الليلة الثانية، كل واحد أراد أن ينام على فراشه فلم يصبر، فقاموا حتى أقبلوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتحلقوا حوله، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق مرة ثانية. قالوا ها نحن اتفقنا ما نرجع، كيف رجعت يا أبا جهل؟ قال طيب أنت رجعت يا أبا سفيان، طيب وأنت يا أخنس. فتحالفوا أيضا وتعاهدوا على أن لا يرجعوا مرة أخرى. لما كانت ليلة الثالثة أيضا لم يصبروا، فأقبلوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون إليه، وكل واحد منهم لا يدري عن الآخر، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا. قالوا كيف أنت؟ والله لو يدري محمد أننا نستمع لأخبر الناس وأقبلوا يدخلون في دينه، وقال هؤلاء أصلا مقتنعون. ثم قالوا لا نبرح ألا نعود أبدا، خلاص المرة الثالثة ما نرجع مرة رابعة. فلما أصبحوا أقبل الأخنس بن شريق جعل يفكر في هذا الدين. طيب نحن مضى لنا 3 أيام كل مرة نذهب إلى هذا النبي ونستمع إليه، جعل يفكر وأنه صادق، ما الذي يمنعني من اتباعه؟ فأخذ عصاه يتوكل عليها وخرج حتى أتى أبا سفيان في بيته.
قال يا أبا سفيان يا أبا حضرة أخبرني عن رأيك فيما سمعت من محمد. فقال له أبو سفيان والله يا أخنس لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها وأشياء لا أعرفها ولا أعرف ما يراد بها. فقال أخنس وأنا والذي حلفت به مثلك. ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل. أبو جهل فرعون هذه الأمة رأس من رؤوس الكفر. دخل عليه في بيته وقال لأبي جهل ما رأيك يا أبا الحكم؟ أبو جهل يسمونه بأبي الحكم. قال ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فسكت أبو جهل قليلا ثم قال والله إني لأعلم أن ما يقول حق ولكن يمنعني من اتباعه شيء. قال عجبا ما يمنعك من اتباعه ما دام تعلم أنه حق؟ فقال أبو جهل تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، يعني الرفعة والظهور، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا، يعني حملوا الناس وأعطوهم الإبل وأعطوا الأعطيات والأموال فأعطينا، نحن كلنا في مكة نريد أن يكون لنا الشرف، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان. فرسا رهان هما الفرسان اللذان يتسابقان في مضمار واحد وقد يعني تحاذيا بحيث كل واحد يريد أن يسبق. حتى إذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمن أين نأتي بهذا؟ فإن صدقناهم صرنا تبع لهم، لا والله لا نسمع به أبدا ولا نصدقه. ويستمر أبو جهل على كبره وغيه، يقتل سمية ويقاتل المسلمين حتى مات على كفره ومضى بنتنه إلى النار. لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يكون بطلا وأن ينتصر على كبره وغيه، لم تطاوعه نفسه على أن دس أنفه في التراب سجود للملك الوهابي جل جلاله. ومثل أبي جهل كثير ممن عرفوا الحق وودوا لو يهتدون، لكنهم ضعفوا عن مقاومة العوائق فظلوا ينظرون إليها من بعيد. فكن أنت بطلا وكوني وأقدم على الخير، وإن شعرت بأحد يجرك من ورائك فكن شجاعا ولا تلتفت إليه، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقد ولدت وحدك وكنت في بطن أمك وحدك، وستموت وحدك وتدخل قبرك وحدك، وتقف بين يدي الله وحدك، وتحاسب وحدك، وتسأل عن عملك وحدك. فدبر نفسك بجواب ولا تلتفت إلى من يضلك. أسأل الله لي ولكم جميعا التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، والله تعالى أعلم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحات من السيرة، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتأمل الذي يتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يحسن خلقه ويتلطف في تعامله. أخلاق كانت أخلاقه سجية يتعبد لله تعالى بها. وإنك لعلى خلق عظيم. كان أكرم الناس.